معروف انه زي ما في الكتب والسقط للحرب، كمان كان في كتير من الاعمال السينمائيه والدراميه طبعا اللي جسدت احداث الحرب وفرحه الانتصار وبطولات الجيش وبطولات افراد الجيش، وقد ايه كل مصري كان مستعد يضحي بنفسه في سبيل تحقيق النصر وفي سبيل تحرير ارض بلده. والحقيقه انه ما فيش انفصال ما بين الادب والسينما والدراما، بدليل اننا شفنا مع بعض اعمال ادبيه كتيره جدا اتكلمت عن الحرب وكمان تم تحولها لأعمال سينمائية وكمان درامية، زي حكاية الغريب للكاتب الكبير الأستاذ جمال الغيطاني، والرصاصة لا تزال في جيبي للكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس. تعالوا كده نشوف مع بعض تقرير عن أهم الأعمال السينمائية والدرامية اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر، ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا. قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. العملية نجحت، المينا كلها تحولت لكتلة نار. إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة فورا. يحتفل الشعب المصري هذا الشهر بانتصارات حرب أكتوبر 73، وقد تناولت الأعمال السينمائية والدرامية أحداث حرب 6 أكتوبر تخليداً لتلك الذكرى العظيمة. في نفس اليوم خبر العبور يهز الدنيا والعالم المصري يترفع فوق سينا جدع. من أبرز الأعمال مسلسل رأفة الهجان، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية عن سيرة رفعة علي سليمان الجمال المعروف باسم رأفة الهجان. المسلسل من بطولة محمود عبد العزيز ويوسف شعبان. طب انت يا محسن بيه مش تعرف السكه؟ طبعا اعرف. طب ما تقول لي اروح ازاي لا غلط يا رافع. طب بروح على شو بس يا محسن بيه؟ لما تروح بركان في زوف وانت عارف السكه، غير لما تروح وانت مش عارفها. ايضا مسلسل دموع في عيون وقحه، ويحكي عن احدى عمليات المخابرات المصريه ضد الموساد الاسرائيليه، وهو من بطوله عادل امام ومعالي زايد. تفتكر الحجج اللي انا بعتها لهم في الجواب هتخش عليهم؟ لو جات رساله النهارده وفيها طلب بالسفر يبقى لازم تسافر. كما توجد كذلك العديد من الاعمال السينمائيه مثل فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي والطريق الى ايلات، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية التي وثقت لنصر أكتوبر المجيد في حرب 73.